هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. صورة من بونو لأنصار الوداد. نشر الدولي المغربي ياسين بونو حارس منتخب المغرب وفريق إشبيلية الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة له رفقة والده بعد المباريات التي خاضها رفقة المنتخب الوطني بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ونالت الصورة المذكورة إعجاب أنصار الفريق الأحمر، خاصة وأنه يرتدي سروال قصير للوداد الرياضي كان قد لعب له بنهاية دوري أبطال إفريقيا سنة 2011 أمام الترجي الرياضي التونسي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.